أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة تقريبا على جل المناطق الشمالية، لكن بعد انقشاع ضباب على الواجهة الساحلية فالأجواء تبقى مشمسة وصحوة، لكن على المرتفعات والهضاب سحب ركامية رعدية ستتكون خلال أواخر النهار إن شاء الله. أجواء مغشاة على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي مع تطاير رمال، وهذا على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. مقاييس ما بين 14 لغايه 20 درجه، اقول 23 درجه على الواجهه الشماليه، ننتظر 19 درجه على بشار، 23 درجه على تيندو، 25 درجه على كل من ادرار وكذلك ان صلاح، ولن تتعدى 18 درجه على تمن راست وحتى على ولايه جانت. اما خلال ظهيره الغد كما قلت ارتفاع محسوس لدرجات الحراره تقريبا على جل المناطق الشماليه خاصه الوسطى والغربيه، ننتظر 38 درجه على تلمسان، معسكر، غليزان وشلف، 35 درجه على العاصمه، بومرداس، تيبازا، تيزي وزوال، بويره. مقاييس ما بين 27 لغايه 31 درجه على الواجهه الساحليه، ننتظر 32 درجه على ولايه بشار، كذلك تمن راست، 35 درجه على تندوف، ان صلح 38 درجه كعلى المقياس على اقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى قليل الاضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، حتى رياح ضعيفه ضمن التيارات الشرقيه شماليه شرقيه لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعه. وقت غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:17. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.